المصرف المركزي الأوروبي يترك أسعار الفائدة على حالها خلال اجتماعه بالنظر إلى التحسن الدوري في منطقة اليورو. الأخبار الاقتصادية المشجعة نسبيا مستمرة منذ أب أغسطس، لا سيما مع عودة النمو في الربع الثاني بواقع زائد 0.3، في حين تظهر مؤشرات الثقة أن هذا الاتجاه ينبغي أن يستمر. التضخم أيضا ينخفض في أب أغسطس بواقع 1.3، مما أبعد إمكانية تخفيض سعر الفائدة الرئيسية البالغ 0.5، مما سيدفع المصرف الأوروبي إلى مراجعة توقعات النمو التي يرجح أن تكون أكثر ارتفاعا بناقص 0.5 مئوية لهذا العام.